الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديروا التصحيح ديال التمرين الأول من الامتحان الجهوي للجهات بني ملاخ نيفا ديال سنة 2018. السؤال الأول: حل المعادلتين 2 إكس ناقص 3 ناقص جذر مربع 3 كتساوي صفر، و إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 6 كتساوي صفر. إذا غادي نبداو السؤال الأول، إذا حل المعادلة، إذا لدينا نان إكس ناقص جذر مربع 3 يساوي صفر. إذا المطلوب هو نحدد قيمة العدد إكس. إذا جذر مربع 3 نحن نضع الطرف الآخر نغير لها إشارة إكس كتساوي صفر، نسبق بإشارة ناقص تسمع مسبوقة بإشارة زائد، يعني إكس تساوي صفر زائد جذر مربع 3 هي جذر مربع 3. ثم باش نتخلصوا على العدد اللي مع إكس يكفي نقسموه، نقسموا جذر مربع 3 على 2 كتساوي جذر مربع 3 على 2. حل المعادلة هو جذر مربع 3 على 2. لدينا إذا المعادلة الثانية إكس ناقص 3 عامل إكس زائد 6 كتساوي صفر. بعد نسمع قاعدة الجداء المنعدم، أ ضارب ب كيساوي صفر يعني أ كيساوي صفر، أو ب كيساوي صفر يعني أحد العاملين كيساوي صفر. إذا طبقنا شنو يعطينا؟ يعطينا إكس ناقص 3 كتساوي صفر، أو إكس زائد 6 كتساوي صفر. نديرو المحل ديال المعادلة إكس كتساوي صفر، نحولو للطرف الآخر غيولي زائد 3 أو إكس تساوي صفر. هذا مسبوق بإشارة زائد نحولو غيولي ناقص 6، صفر زائد 3 هي 3، أو إكس يساوي صفر ناقص 6 هي ناقص 6. حلي المعادلة هما ناقص 6 و 3. ثم السؤال الثاني، حل المتراجع التالي 4 إكس زائد 8 أكبر يساوي 2 إكس. حل المتراجع، إذا هنا لدينا نان إكس عفوا 4 إكس زائد 8 أكبر أو يساوي 2 إكس. إذا هنا لعمة جاهلة نردوهم في طرف اللي هو عدد معلوم ندوها للطرف الثاني، هذا نحوله هنا الآخر نحوله للطرف الآخر، الشريط نغيرو ليه الإشارة. إذا أنا غادي نضيف ليه أولى مثلا هنا باش نتخلصو من جوج إكس غنضيف المقابل ديالو. إذا غادي تحتينا هي ناقص جوج إكس أكبر أو يساوي شحال عندنا هنا، هذا نحولو للطرف يولي ناقص 8. 4 إكس ناقص جوج إكس فهي 2 إكس أكبر أو يساوي ناقص 8. هنا غادي نقسمو على العدد اللي مع إكس، العدد اللي مع إكس في الحالة فهو موجب، إذا الرمز في الحالة ما غاديش نغيرو. إذا إكس غتولي هي أكبر أو يساوي مثلا 2 إكس غنقسمو على 2، 2 فهو موجب، إذا ناقص 8 غنقسمو على 2، إذا الرمز ما غاديش يتغير، إذا اختزلو به أكبر أو يساوي ناقص 8 نقسمو على 2 هي ناقص 4. حلول المتراجعة لجميع الأعداد الحقيقية أكبر من أو تساوي ناقص 4. هنا إلا بغينا نمثلو على واحد المستقيم مدرج، عندنا صفر، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، هنا واحد، جوج، ثلاثة، إلى غير ذلك. إذا غيكون عندنا هاد الحلول. إذا خدينا ناقص ثلاثة واش أكبر من ناقص أربعة؟ نعم. إذا هنا ناقص جوج فهي أكبر من ناقص أربعة، صفر إلى غير ذلك. بمعنى ناقص أربعة فهو داخل. إذا هنا هادو هما الحلول ديال المتراجعة. ثم السؤال الثاني ولا الثالث، حل النظمة. إذا حل النظمة، إذا النظمة اللي عندنا هي إكس ناقص إيكغي كتساوي واحد، إكس زائد جوج إيكغي كتساوي 19. غادي نحاول نستعملو استعمال طريقة التأليف الخطية. هنا غادي نضربو مثلا في ناقص واحد، وهنا نضربو في واحد. إذا شنو عندنا؟ ناقص واحد ضارب إكس هو ناقص إكس، ناقص واحد ضارب ناقص إيكغي هي زائد إيكغي، ناقص واحد ضارب ناقص واحد هي ضارب واحد هي ناقص واحد. غتبقى عندنا هي واحد في إكس هي إكس زائد واحد طالب جوج إكغيك هي جوج إكغيك تساوي 19. إذا هنا نحاولو نقلبو على واحد جوج ديال الطرفين اللي كيكونو متقابلين، ثم هنا نجمع طرفي المعادلتين، نحصل على إذا الطرف ديال المعادلة عادي. إذا غدينا ناقص إكس زائد إكغيك زائد جوج إكغيك تساوي ناقص واحد زائد 19. ناقص إكس مجموع ديال المتقابلين تساوي صفر، إكغيك زائد جوج إكغيك هي 3 إكغيك، ناقص واحد زائد 18 هي ناقص واحد زائد 13 هي 18. 3 إكغيك غادي نقسموها على 3، 18 كذلك غادي نقسموها على 3، نختزلو غتبقى عندنا إكغيك تساوي 18 مقسوم على 3 هي 6. هنا اللي نعوض مثلا إكغيك ب 6 في المعادلة مثلا الأولى اللي هي إكس ناقص إكغيك كتساوي 1.
فنحصل على إذا عوضنا إكس بستة إكس ناقص ستة تساوي واحد. ستنحول الطرف الآخر غتولي موجبة، إذن زائد ستة تساوي واحد زائد ستة هي سبعة. حل النجمة هو الزوج إكس اللي هو كتساوي سبعة و إكس اللي كتساوي ستة. ثم بقت عندنا المسألة، هنا يشغل معمل 8 تقنيين و30 عاملا إجمالي ما يؤديه المعمل شهريا للتقنيين والعمال يساوي 138 ألف درهم. إذا علمت أن الأجرة الشهرية للتقني تساوي ضعف الأجرة الشهرية للعامل، فما هي الأجرة الشهرية للتقني وما هي الأجرة الشهرية للعامل؟ إذا هنا غادي نحطو الأجرة الشهرية للتقني وهي الأجرة هنا المسألة. رابعا المسألة، أولا اختيار المجاهيل المناسبة. إذا هنا ليكن مثلا إكس الأجرة الشهرية للتقني، ليكن إنجايك الأجرة الشهرية للعامل. ثانيا صياغة النظمة، إذا لدينا يشغل معمل 8 عمال ولا 8 تقنيين و30 عاملا ب إذا هنا بما ويؤدي لهم 1138 ألف درهم، يعني المجموع اللي كيؤدي لهم هو 138 ألف درهم. شنو كيعني؟ يعني إلا خدينا 8 ديال العمال وضربنا في الأجرة ديالهم، يعني 8 ديال العمال ضربنا في الأجرة ديالهم، مثلا أجرة باش نوضحوها، أجرة 8 تقنيين زائد أجرة 30 عاملا تساوي 138 ألف درهم. الأجرة ديال 8 تقنيين يعني 8 غنضربها في الأجرة ديالهم اللي هي إكس، زائد 30 عاملا الأجرة ديالهم هي إيكغيك تساوي 138 ألف درهم. ثم المعادلة الثانية أو الجملة الثانية، هنا أجرة الشهرية للتقني تساوي ضعف الأجرة الشهرية للعامل، الأجرة الشهرية للتقني تساوي ضعف الأجرة الشهرية للعامل. إذا الأجرة الشهرية للتقني اللي هي شحال؟ هي إكس كتساوي جوج المرات الأجرة الشهرية ديال العامل اللي هي إيكغيك. إذا إلا خدينا هذه اللي حولنا هنا غتولي هي ناقص، اللي غتعطينا هي إكس ناقص جوج إيكغيك تساوي صفر. هي النظمة هي أو لا نخلوها هكا، مثلا إكس تساوي جوج إيكغيك. إذا النظمة اللي عندنا شنو هي؟ 8 إكس زائد 30 إيكغيك تساوي 1138 ألف درهم، وعندنا إكس تساوي جوج إيكغيك. هنايا لنعوض مثلا إكس بمديانة بجوج إيكغيك في المعادلة، خدينا المعادلة الأولى المعادلة الثانية معادلة واحد، غنحصل على إذا إلا خدينا هنا 8 ضربناها في جوج إيكغيك زائد 30 إيكغيك تساوي 138 ألف درهم. إذا 8 ضرب هي 16 إيكغيك زائد 30 إيكغيك تساوي 138 ألف درهم. 16 زائد 30 هي 46 إيكغيك كتساوي 138 ألف درهم. إذا إيكغيك ولا 46 إيكغيك قسموها على 46 كتساوي 138 ألف درهم، ثم التاية على 46. إذا إيكغيك يساوي 138 ألف درهم ثم على 46 تساوي، إذا إنجري كتساوي 138 ألف على 46 كتساوي 3000 درهم. ولدينا إكس كتساوي جوج إيكغيك، يعني غادي نعوضو إيكغيك، عوضو إيكغيك بالقيمة ديالها، يعني إكس تتساوي جوج ضارب 3000 كتساوي 6000 درهم. إذا حل النظمة هو الزوج، إذا الزوج اللي هو إكس اللي هو الأجرة ديال التقني اللي هي 6000، الأجرة ديال العامل اللي هي 3000. إذا الأجرة الشهرية
ديال الأجرة الشهرية لي، الأجرة الشهرية للتقني هي 3000، أو لا عفوا هي 6000 درهم. الأجرة الشهرية للعامل هي 3000 درهم، هي درهم. ثم عندنا التحقق من الحل. إذا لدينا عندنا 8 تقنيين، إذا ضربناهم في الأجرة ديالهم اللي هي 6000 درهم زائد 30 عاملا اللي هي ضربنا في الأجرة ديالها 3000، سنلقاوها كتساوي لنا 138000. إذا 8 ضارب 6000 هي 48000 درهم زائد 30 ضارب 3000 درهم اللي هي 90000 درهم، وهذا المجموع ديال اللي حسبناه كان يعطينا 138000 درهم. إذا الأولى صحيحة. ثم لدينا نشوفوا واش 6000 درهم، عندنا 2 ضارب الأجرة ديال العامل اللي هي 3000 درهم تساوي 6000 درهم اللي هي الأجرة ديال التقني. وبهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.